هالورشة راح ناخذ فيها ثلاثة محاور بشكل بسيط جدا. أول شيء بنتعرف على عناصر البرنامج اللي راح نصيغه في شهر رمضان، وشلون نبني هذا البرنامج، والنقطة الأخيرة شلون نستفيد من هذا البرنامج. في البداية نبدأ بنشاط بسيط نبغي نذكر فيه أكبر عدد من الأعمال اللي احنا نقوم بها في شهر رمضان. هذه السبعة أعمال أو الخمسة أعمال أو الأربعة الأعمال أبغيك تصنفها تحت أي تصنيف أنت تشوفه مناسب. أنا ما خليت لك رأسي للتصنيف، أنت خل رأس التصنيف. لو تلاحظون يوم قلنا الأعمال ممكن كلكم اتفقتون على الأعمال، هذا يقول الصلاة هذا يقول الصلاة، بس لما جينا للتصنيف اختلفتون، كل واحد صنف حسب كيفه. يعني احنا في هالورشة بنحاول نسوي البرنامج حسب تصنيف معين. عنوان الورشة: كيف تبرمج وقتك في شهر رمضان. شهر رمضان 30 يوم طويل، ناس يعتبرونه جدا طويل وناس يعتبرونه جدا قصير. ليش؟ اللي يعتبرونه جدا طويل عندهم وقت واجد فراغ، اللي يعتبرونه جدا قصير ما عندهم وقت حق يكملون برنامجهم، يعتبرونه جدا قصير، يقولون كان زين اطول لان عندنا اشياء اعمال كثيره مو قادرين نسويها. شهر رمضان شهر تجاره، طبعا التاجر عنده راس مال، خسر راس مال يسمونه خسران، ده ربح وبعدين خسر في الربح بعده رابح. احنا العام الماضي عشنا شهر رمضان، والسنه بنعيش شهر رمضان ان شاء الله. انا العام عش شهر رمضان، السنه وش بزيد؟ شلون برتقي بشهر رمضان اكثر؟ نفس اللي سويته العام سوي السنه، او العام يكون احسن من السنه؟ هني انا مغبون خسران. انا ابغي هذا شهر رمضان اللي بيجي يكون أفضل شهر رمضان مر علي في حياتي. كم طاف علي شهر رمضان؟ 10 رمضانيات، 20 رمضان من تكلفت إلى الحين. أنا أبغي هذا الشهر اللي بيجيني شهر رمضان يكون أفضل شهر رمضان مر علي في حياتي. شلون؟ خلنا نخطط إلى هذا الشيء من خلال هذه الورشة إن شاء الله. نقرأ في دعاء كميل: واجعلني من أفضل عبيدك نصيبا عندك، يعني أكون أفضل واحد، مو من أفضلهم، أنا أكون أفضل واحد بعد الإمام صاحب الزمان، أكون أنا أفضل واحد في شهر رمضان أو في الحياة كلها. خلينا نخلي هذا هدفنا، أن أنا أكون في شهر رمضان أفضل واحد. نقدر؟ إذا ما قدرنا نكون ثاني واحد، ثالث واحد، ألف، ألفين، مو أكون آخر واحد، خلني أكون من ضمن اللي يسعون أن يكونون من الأوائل. حتى لو ما وصلت للأوائل أنا أسعى. زين، هل فكر واحد منا انه يوضع عليه برنامج في هالشهر من قبل؟ برنامج مكتوب، برنامج مطبق اطبقه خلال شهر رمضان، مو برنامج المأتم، برنامج المسجد، برنامج الحسينية. هذا انا اقعد من الصبح اروح مثلا العمل، ارجع انا مريح شوي، أروح المسجد أصلي، أروح القرآن، أروح المأتم، أروح أتسمع، أقعد في مجالس القرآن. هذا البرنامج بعد شنو سوي لنا برنامج جديد؟ هل في واحد فكر فينا إنه يسوي له برنامج من أول؟ برنامج مكتوب مدون. إذا كان شهر رمضان يمثل لدينا موسما استثنائيا، فإنه يجب أن نضع له برنامجا خاصا مستوعبا ومحققا لك أعظم الأرباح الإلهية خلال أضخم موسم عبادي نمر به. شهر رمضان الخير، إذا قلنا وفير هذه شوي، الخير عظيم جدا، الخير عظيم 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 جدا. الثانية تحولك من النار إلى الجنة، الثانية تحولك من مرتبة في الجنة إلى مرتبة أعلى في الجنة. ثانية واحدة في شهر رمضان، الآية ثوابها ختمة، صدقة ثوابها كذا، عمل الخير ثوابه كذا، فطر صائم مؤمن كذا. فأنت عمل بسيط ما يأخذ منك دقيقة دقيقتين
قد يطلعك من الجنة أو قد يطلعك من النار إلى الجنة. هذا الموسم العبادي الضخم اللي احنا عشنا شهر رجب والحين نعيش شهر شعبان. فالشهر رمضان أعلى بكثير، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. الله سبحانه وتعالى هو اللي دا عنك، مو إنسان. شوف الله شنو يقدم إليك. التصانيف اللي ذكرتونها نقدر نقول هي عناصر البرنامج، بس خلنا نرتبها بشكل الكل يحفظه، وإذا يقدر يكتبه يكون أفضل حتى يبني برنامجه عليه. أول عنصر اللي ذكرتون أنتون واتفقتون عليه هو العنصر التعبدي. العنصر التعبدي، شهر رمضان شهر عبادة. بعضهم يقول لا، شهر رمضان شهر مسلسلات، شهر رمضان شهر أكل، شهر رمضان شهر طلعات، شهر وناسة، شهر لعبتة، شهر ما سوينا لنا مجلس حق السوالف. ناس على فكرة في السوق يشترون تلفزيون كبير، صح؟ بس احنا خلنا نتفق ان شهر رمضان شهر عبادة. فأول عنصر بيكون في خطتنا هو العنصر التعبدي. أول عنصر بيكون عندنا العنصر التعبدي. ثاني عنصر بيكون العنصر الثقافي، واللي احنا هاملين بشكل كبير عنصر الثقافي. لو أسأل بعضكم شنو آخر كتاب قرأه، يمكن يقول يمكن العام قرأت كتاب. أسأل لو أسكت، أسكت بسكت أحسن. العنصر الثالث بناء الذات، وهذا خلنا نسميه هو الهدف من الورشة كامل، بناء الذات. العنصر الاجتماعي اللي ذكرتونه أغلبكم في فقرات اللي كتبتونها، بس خلنا يكون منظم أفضل من اللي قلتونه. يعني صار عندكم بعض اللبس في بعض الأعمال، خليتونها اجتماعية ويقل تكون تعبدية. آخر شيء العنصر الرسالي اللي قد احنا نقوم به بس مو ملتفتين إليه، وقد ما نقوم به لأن أساساً احنا ما نعرفه. إن شاء الله كلنا يكون عندنا هذا العنصر، لأنه عنصر جداً جداً ثوابه جزيل. نبدأ بالعنصر الأول. العنصر الأول يتكون من ست مفردات. أول مفردة في العنصر التعبدي أو الجانب التعبدي في الخطة، أول مفردة هي الفرائض، صلاة الفريضة. 5 صلوات عندنا في اليوم، هذه صلاة الفرائض، هذا أول عنصر في الجانب التعبدي. جانب التعبدي أول شيء نكتبه في خطتنا هو صلوات الفرائض. مطلوب منها بعض الأشياء، أنا ما راح أشرح واجد ولا راح أشرح يعني أنا ببين بس النقاط الفاضل وما فاضل والثواب، ممكن مو هذا وقته بقدر ما احنا نتعرف على العناصر بشكل سريع. اول شيء الفرائض، مطلوب منها 5 الفرائض لنقوم بها احنا في طول السنة، نقوم بها ما نغير شيء فيها، صح؟ بس من كرم الله سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة في سواه من الشهور. احنا عادي حتى لو ما في 70 فريضة احنا مصلين، صح؟ الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، صلاتك أنا بحسبها لك ب70 صلاة، يقول الله سبحانه وتعالى، نقول الله شكرا جزيلا، ما قصرت يا ربي، زيدنا بعد، ما يقصر الله. والمراد المحافظة عليها بشكل أكبر بعدة أمور. احنا طول السنة نصلي، صح؟ طول العمر نصلي. بشهر رمضان بشكل أكد بشكل أقوى مطلوب مننا بعض الأمور. أول شيء صلي صلاة في أول وقت، أدى انصال، ترك كل شيء في يده، تلفونك وقت على وقت الصلوات، برنامج الأذان يأذن في وقت الأذان، صح؟ صل، ترك اللي في يدك وصل. هدفك في شهر رمضان خلي هدف من أهدافك أن تصلي في أول الوقت. بعد في المسجد، من هو بيتهم بعيد عن المسجد؟ لا، شيخ إبراهيم قريب. زين، صلاتنا في المسجد، حتى صلاة الصبح في المسجد، أن أغلبنا سهرانين، صح؟ زين، جماعة، يعني الشغلات مرتبطة بالأولوية، لو
ويا بعض باكجهم يجون يجون باكج. بعد نحاول، مو صعب بقدر ما ان احنا نحاول تعود عليها، نصلي بخشوع. اذا العنصر او المفردة الاولى من العنصر الاول هو الفراغ، الثانية النوافل. النوافل احنا ما ندري عنها صح؟ النوافل ندري عنها احنا؟ اذا بنصلي مثلا في مجال في المسجد قالوا بين المغرب والعشاء نصلي فريضة المغرب، صلينا النوافل. لا، النوافل شو خلنا نهتم بها في شهر رمضان؟ لو ايش؟ لها ثواب عظيم النوافل. النوافل لها فوائد كبيرة جدا. يمكن احنا خلنا نمر عليها شوي. أول شيء شنو فضيلة النوافل؟ فضيلة النوافل في شهر رمضان أكو مثل ما قلت لكم دقيقة تطلعك من النار للجنة صح؟ أكو. الرسول صلى الله عليه وآله يقول من تطوع فيه بصلاة كتب الله براءة من النار. مو أنا أقول، الرسول يقول صل ركعتين في شهر رمضان تطوعا قربة من الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يقول لك براءة من النار. النوافل على قسمين، نوافل راتبة ونوافل غير راتبة. الراتبة هي شنو؟ هي نوافل الصلوات، صبح ركعتين، الظهر 8، العصر 8، المغرب 4، والعشاء ركعتين من جلوس، أي يسمونها النوافل الراتبة. النوافل غير راتبة كل الصلوات المستحبة الثانية. السيد القائد يأكد على صلاة جعفر، صلاة جعفر الطيار. صلاة جعفر الطيار تاخذ من 25 إلى نص ساعة. بس شنو فضلها؟ شوفوا إذا ركعتين عاديتين أعطتك براءة من النار، صلاة جعفر إيش بتعطيك؟ شوف كم مرتبة في الجنة. ليش نهتم في النوافل خصوصا في شهر رمضان؟ أولا النوافل سياج الفرائض. إحنا الفريضة تضمن إنها مقبولة، تضمن إنها صحيحة، تضمن إنها أديناها بشكل صحيح. يجي النوافل تحاوطها، وأنا في خلل تسده، وأنا في ناقص تكمله. كأننا ويش أنت سويت الحين عمل معين، عندك صحن فخار سويته بس في عيوب، فيه عن قولتنا مني طالعة زيادة، مني ناقص شوي. تجي أنت شو تسوي؟ تجيب لك سياج أو تجيب لك مثلا قرطاس أو شيء تحكه تسوي شنو؟ أحسن ما يكون. النوافل كذي سياج إلى الفرائض. بعد النوافل جوابر للفرائض. زين، من تطوع مثل ما قلنا إذا كان في نقص في الصلاة، في حديث حلو هني عن النبي صلى الله عليه وآله إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى صلاة عبدي أتمها أم أنقصها، فإن أتمها كتبت له تامة، وإن كان قد انتقصها قيل انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل صلاته من تطوع. صلاة التطوع اللي هي صلاة النافلة، ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك. إذا ما عندك نوافل صلاتك ناقصة وقف عاد. أول شيء بيسألونك عنك الصلاة، صلاتك ناقصة تبش يرقع له، شنو يرقع؟ النوافل. النوافل هي اللي تجبر الفراغ. زين، هذا اللي حافظ على النوافل، اللي حافظ على النوافل، اللي يصلي 51 وعنده النوافل بعد غير الراتبة صلوات الثانية، إذا هو يحافظ على النوافل صلاة الفريضة شلون عجل؟ إذا هو النوافل محافظ عليها صلاة الفريضة عجل، وش مسوي فيها عجل؟ حاطنها فوق راسها صح؟ مقرسنها تقديس. إذا النوافل ما يتركها، إذا النوافل هي اللي تخلينا نحافظ على الفرائض، المحبة والتسديد من الله سبحانه وتعالى.
محبة الله سبحانه وتعالى في النوافل. الفرائض الكل يصليها صح؟ فرائض في أحد ما يصليها إلا ذاك البعيد. زين، شنو اللي يميز العبد المؤمن حسين البربوري عن العبد المؤمن أحمد الشيخ؟ هذا يصلي هذا يصلي، هذا يصوم هذا يصوم، شنو اللي يميز هذا عن هذا؟ النوافل. النوافل هو اللي تميز حسين البربوري عن أحمد الشيخ. حسين البربوري دائما يصلي النوافل، أحمد الشيخ ما يصلي النوافل، هذا اللي يميزه. محبة الله سبحانه وتعالى أكثر في قلب حسين البربوري. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله اللي يقول حتى أحبه، ليتقرب إلى الله بالنوافل الله يحبه حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. من أبرز ما يترتب على أداء النوافل محو السيئات. أساساً اللي ما أو اللي عنده سيئات ما يتوفق إلى النوافل، والعكس صحيح، اللي يتوفق للنوافل ما عنده سيئات، سيئات تنمحى بالنوافل. تلاوة القرآن، تلاوة القرآن احنا في شهر رمضان نهتم واجد في تلاوة القرآن، ختمة ختمتين ثلاث أربع، في ناس يختمون القرآن 14 ختمة في شهر رمضان، كل ختمة إلى معصوم، جدا ممتاز. كم أقدر أختم ختمة؟ تمام، ختمتين واجد زين، ثلاث ختمات ممتاز، أربع ختمات كيفك، كم ختمة تبغي تختم؟ إذا أنا عندي وقت فراغ، عندي روتين في اليوم تسوي، خل بدل القرآن، بدل ما طالع مسلسل الحارة ومسلسل البرغوث ومسلسل ما أدري وإيش، الساعة أقرأ فيها القرآن. أنزل عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. الهدي كم عندنا آية في القرآن؟ 6000 وكم؟ كل آية بختمة، كم ثوابك؟ مليون مليار تريليون ما أدري شنو آية. أنا قاعد فاضي في شهر رمضان، قاعد في التلفون، قرأ الحمد 7 آيات 7 ختمات، قرأ قل هو الله أحد، قرأ أي آية عندك. شنو أقصر آية في القرآن؟ أقصر آية مو سورة، مدهامتان في سورة الرحمة، مدهمتان، بس قول مدهمتان إليك ختمة. تنبيه من السيد نصر الله، الله يحفظه: لا يكون همنا التسابق في ختم القرآن، يعني مو أجود القرآن وأقرأ مثل الجريدة وبقى علي 3 صفحات وخلص الجزية، الله يلا بسرعة بسرعة نلحق على المباراة بيلعبون. زين ليش؟ المطلوب مو هذا، المطلوب أني أقرأ القرآن قراءة عادية، تدبر بسيط، تفكر في الآيات، مو بس أنا أقرأ القرآن وباقي 3 صفحات يخلص الجزء، حارسوني لا تمشون عني بس بكمل الجزء وبيجي، لا مو هذا المطلوب. مطلوب شنو؟ قراءة عادية، أقرأ القرآن، مريت على آية، الله شنو يقصد من هالآية؟ عرفت بها ما عرفت مش، بعدين تقدر ترجع عليها في فقرة ثانية بنتكلم عنها بعدين. بس احنا في قراءتنا للقرآن خلي يكون بتوجه ولو بشيء بسيط. المفردة الرابعة من العنصر التعبدي هي الدعاء والمناجات. شهر رمضان هو شهر الدعاء، إذا ما دعونا الله في شهر رمضان متى ندعو؟ الدعاء اتصال، ضرب الرقم، ألو السلام عليكم، تكلم وياه، بعد مكالمات مجانية صح؟ من فيفا لفيفا مجان، له اتصل وتكلم من الحين للصبح، مفتوح الخط، ايش عندك قوله؟ لا تقول شيء، بس اقعد بين الله سبحانه، بين يدي الله سبحانه وتعالى، قول لي انا ربي انا ادعوك، الناس الحين كلهم قاعدين يدعون،
أنا ما أدري وش أقول، بس أنا جاي أدعو، أنت عطني لا تبغي. إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، بس أنت وش تبغيني يا الله؟ سوني اللي أنت تبغي. هذا دعاء. فضل الدعاء في شهر رمضان. ومتى ندعو؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخطبة: وتوبوا إلى الله من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله فيها إلى عباده بعين الرحمة، يجيبهم إذا ناجوا ويلبيهم إذا نادوا ويعطيهم إذا سألوا ويستجيب لهم إذا دعوا. عرض خاص، يمكن في غير شهر رمضان في شروط إلى استجابة الدعاء، في رمضان لا. الله يخفف هاي الشروط، يمكن بعد ما في شروط، كل دعائك مستجاب. وصية من السيد نصر الله، دعاء أبو حمزة، وإن كان طويلا فلا بأس بتقطيعه. بعض الإخوان لما تقول له دعاء أبو حمزة تقول أنت صاحي، أنا بليف لافت أشهر خلصانة ما يخلص دعاء أبو حمزة، هذا مو عذر. من ضمن برنامجنا لازم يكون موجود في دعاء أبو حمزة. دعاء أبو حمزة طويل صح، قرأ صفحة منه، صفحتين، كم بياخذ؟ 5 دقائق 10 دقائق؟ تمام، خير وبركة. يوم ثاني اقرأ العقبة، على الأقل طول شهر رمضان اقرأ 3 مرات. وصية أخرى من السيد القائد: اقرأ دعاء وداع شهر رمضان من أول يوم. اقرأ دعاء شهر رمضان موجود في الصحيفة السجادية، اقرأ دعاء الوداع. ليش؟ بتحس بقيمة شهر رمضان، أن هذا الدعاء نقرأه في آخر شهر رمضان. سيد القائد لا، يقول اقرأه في كل يوم في شهر رمضان، بداية شهر رمضان اقرأه، أساس تحس بقيمة شهر رمضان. هاي الوصيتين أنقلهم إليكم. رقم 3 من العنصر التعبدي جمعتم ويا بعض: الذكر والاستغفار والسجود والصلاة على محمد وآل محمد. هاي المفردات جمعتهم ويا بعض لأن كلهم يسرون ويا بعض، تقدر تسويهم كلهم وانت ساجد. الاستغفار: أن الرسول صلى الله عليه وسلم: أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. أنت مرهون مقيد شنو؟ بذنوبك، صاحب أعمالك. استغفار واحد يفكك من قيودك. ظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. سجدة واحدة، الناس كلهم نايمين، خلي التربة وسجد. وش أقول في السجود؟ لا تقول شيء ولا شيء تقول، بس اسجد، قول استغفر الله، أي شيء عندك قوله، بس اسجد. سجد دقيقة، دقيقتين، 10 دقائق، نص ساعة، لا تشيل راسك من السجود. لا، وإيش؟ الله يحب الساجدين، الله آل على نفسه أن لا يعذب الساجدين. بس اسجد، قول يا ربي أنا ساجد لا تعذبني. بس بتقول استغفار استغفر، بتقول ذكر اذكر، بتصلي على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، بس في شنو؟ وانت ساجد. أقرب ما يكون العبد إلى ربه الإمام الصادق عليه السلام وهو ساجد. من أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. صل على محمد وآل محمد. هاي الصلاة على محمد وآل محمد في شهر رمضان تثقل ميزانه، ميزانك خفيف ما فيه أعمال، صلاة واحدة يصير ميزانك ثقيل. صلك اليوم 1000 مرة على النبي محمد وآل محمد. زين، آخر عنصر في الجانب التعبدي هو اجتناب المعاصي والذنوب، وهو أفضل الأعمال التعبدية في شهر رمضان. أفضل عمل، كل اللي قلناهم ديلين أعمال لهم ثواب عظيم، بس أفضل عمل هو اجتناب المعاصي والذنوب.
إذا كنا ذاك البعيد متعودين على بعض الهفوات، الزلات، الذنوب في شهر، في ال 11 شهر الباقين في شهر رمضان، أكيد أنا مؤكدا نجتنب تماما أي ذنوب أي تقصير. أنا أمير المؤمنين عليه السلام قمت فقلت يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. هذه الجانب الأول، الجانب التعبدي خلصنا منه. على فكرة اللي قلناهم كلهم ديلين كلهم الجانب التعبدي قلنا ثواب عظيم صح؟ ثواب العنصر الثقافي أكبر من العنصر التعبدي. تعلم مسألة فقهية في اليوم، أنت ما عندك انستغرام؟ كل يوم يطلع انستغرام كم؟ 10 دقائق، نص ساعة، ساعة؟ افتح مسألة احفظ هاي المسألة، وإذا أحسن بعد تكتبها، مسألة دينية، مسألة ثقافية، مسألة عقائدية، افتح كتاب ديني واقرأه، مو لازم ديني، كتاب طبي، كتاب ثقافي. في الرواية إذا جلس المتعلم بين يدي العالم أعطاه الله 3. متعلم بين العالم ولا مو قاعد عالم يعلم، محاضرة تسمعها، كتاب تقرأ، أنت متعلم وهذا عالم قاعد يعلم. يفتح الله له 70 بابا من الرحمة. باب واحد شوف أنا ودي الله يفتح لك 70 باب من الرحمة. وأعطاه الله بكل مسألة عبادة سنة. أنا فتحت الرسالة العملية قرأت لي مسألة، هذه المسألة عند الله سبحانه وتعالى عبادة سنة ثوابها. ولا يقوم من مقامه إلا كيوم ولدته أمه. أنا عندي تليفوني صح؟ قاعد في البيت شغلت محاضرة سمعتها، قمت من مقامي ما عليك ذنوب. إحنا ما نقول له يروح الحج يرجع ما عليه ذنوب. تعلم مسألة قم مقامك ما عليك ذنوب، مو أنا أقول، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. الرواية عن علي عليه السلام. وقت قليل لخير وفير جدا. العنصر الثالث أنا بأجله إلى النهاية، خلني أروح إلى العنصر الرابع. من يذكرني شنو العنصر الرابع؟ الاجتماعي. عنصر الاجتماعي. عنصر قلنا احنا في العنصر التعبدي عندنا كانت 6 مفردات صح؟ العنصر الثقافي مفردة واحدة. احنا قلنا مفردة واحدة هي أكثر من مفردة، جمعناهم في واحدة. العنصر الاجتماعي في أكثر من مفردة. أول شيء زيارات وصلة الرحم. أساساً شهر رمضان هو شهر زيارات صلة الرحم. كنت طول السنة أنا ما أشوف أهلي وأشوف نسائبي، في شهر رمضان أروح أزورهم. أنزين. الأقربون أولى. الأقربون أولى في صلة الرحم. يعني أبوي أمي بالدرجة الأولى، إخواني خواتي بالدرجة الثانية، أعمامي خالاتي بالدرجة الثالثة، وهلما جرى. ليكن تواصلنا بنية التقرب إلى الله وليس من باب المجاملة ورفع العتب. خلنا نشوف هذه الرواية عن الباقر عليه السلام. إن العبد المسلم إذا خرج من بيته يريد أخاه لله، لله لا لغيره، التماس وجه الله عز وجل ورغبة فيما عنده، وكل الله به 70,000 ملك ينادونه من خلفه إلى أن يرجع إلى منزله، ألا طبت وطابت لك الجنة. فرق له، فرق له، هي نية. أنا بروح له لا يعتب علي، أنا بروح له قربة الله تعالى. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، والعكس من قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. أنت اختار. العنصر الثاني في الجانب الاجتماعي تصفية الخلافات، وهذا أنا بتحداكم فيه لأنه أصعب عمل في شهر رمضان.
في أحد يتحداني أنه أصعب عمل في شهر رمضان؟ قبل شهر رمضان لازم يكون. ليش؟ وهي مفردة صعبة والكثير يسقطون فيها. احنا في جروب في الواتساب، في جروب في الواتساب، فلان طرح فكرة، ثاني يجي ما يعالج الفكرة، يروح لمن هو؟ صاحب الفكرة، صح؟ يقول له ويش؟ انت كذا، انت كذا، انت كذا، صار خلاف، انا كذا، انت اللي كذا، ما نحتاج الى بعد احنا ويش شرح، كلكم مريتون بهذا الشيء. شهر رمضان قبل ما يدش، قبل ما يدش لا تدش شهر رمضان عندك خلاف يا احد، تدش حب كل الناس. شهر رمضان شهر الفيوضات الالهيه، شهر الرحمه الالهيه. وين تنزل هاي الفيوضات والرحمه؟ تنزل على قلب المؤمن. القلب اللي فيه بغضاء وحقد وحسد وهي الامراض القلبيه مو مهيئه انها تستقبل الفيوضات الالهيه. المطر غزير، اكو مطر يطيح، احمد عنده ماعون مثلا قاعد يلاين فيه المطر، غزير بيشحن الماعون، صح؟ لكن الهدي جايب له ماعون ما في قاعه، ايش بيلايم؟ بيحصل شيء من الفيوضات؟ بيحصل شيء من المطر؟ بيشحن الوعاء اللي عنده؟ ليش ما بيشحنه؟ لانه وعاء خراب، وعاء مثقوب. نفس الشيء القلب في شهر رمضان، اللي عنده مرض، عنده حقد، عنده حسد، عنده بغضاء، عنده شحناء على الآخرين، غير مهيئ لاستقبال الفيوضات الإلهية. زين الحل؟ الحل نجيب لك ماعون صحيح، جيب لك وعاء صحيح. وين هذا الوعاء الصحيح؟ قلبك. روح إلى كل الناس اللي أنت على خلاف وياهم، سامحوني قبل شهر رمضان، أنا مو مستعد أدخل شهر رمضان وفي قلبي نقطة من الحسد، نقطة من الكراهية، نقطة من البغضاء، نقطة من المشاحنة مع الآخرين. ليش؟ لأن أنا أبغي أكبر كمية من الفيض أحصل عليه، ما أبغي أفقد أي شيء من الرحمة الإلهية، بالعكس أنا جاي أجمع الرحمة الإلهية. وفي الحديث أن الملائكة في ليلة القدر يلتقون بروح القدس أو جبرائيل عليه السلام، هم نازلين وجبرائيل مرتفع، خلاص خلصت مهمته في ليلة القدر، مرتفع إلى السماء، الملائكة نازلين يلتقون به، يسألونه، يقول له ما فعل ربك بأهل الأرض؟ هل معنى؟ خلنا نقرأ رواية أحسن. فيقول إن الله تعالى نظر إليهم هذه الليلة فعفى عنهم وغفر لهم، إلا أربعة. ليلة القدر الله غفر لكل الناس، بس أربعة الله ما غفر لهم. من هذيلين؟ مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والقاطع الرحم، والمشاحن. مشاحن يعني ويش؟ هذا اللي قاعد ويا صاحبه شنو؟ عنده خلاف ويا صاحب، عنده شحناء، عنده بغضاء، عنده حسد، عنده حقد على الآخرين، هذا الله ما يغفر له حتى ليلة القدر. ليش أنت تكون واحد من هؤلاء؟ بالعكس، نحب كل الناس، نتصافى ويا كل الناس، نقول لهم حتى لو ذاك على قولتنا أسود وجه مو راضي، قلنا علي سويته، أنت بتخلي حق في قلبك، خل حق في قلبك، أنا في قلبي ما عليك حق، أنا أحبك. رقم ثلاثة، نمشي بسرعة شوي، الخدمة الاجتماعية. الخدمة الاجتماعية والحمد لله رب العالمين موجودة، كل واحد قاعد يخدم خدمة اجتماعية في أي مجال من المجالات. لا تحرم نفسك من ثواب الخدمة الاجتماعية، لأن ثوابها عظيم جدا جدا. زين، شلون أقدر أنا أخدم خدمة اجتماعية؟ في الصندوق، في المسجد، في أي مكان أخدم الآخرين، أقضي حوائج الناس، أقل شيء
خدمة اجتماعية، ثواب جزيل عظيم جدا. عن الإمام الباقر عليه السلام: لئن أعول أهل بيت من المسلمين واشبعوا جوعتهم وأكسوا عورتهم وأكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة وحجة حتى انتهى إلى 10 و10 ومثلها حتى انتهى إلى 70 حجة. قضى حاجة مؤمن أفضل من 70 حجة، ثواب عظيم ما نقدر احنا نقيسه بمقاييسنا الدنيوية. قضى حاجة مؤمن. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: من قضى لأخيه المؤمن حاجة نودي من بطنان العرش علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. الله سبحانه وتعالى هو اللي يعطيك الثواب. العنصر الرابع البذل. البذل في عدة مفردات أيضا. يمكن احنا متعودين ان البذل هو شنو؟ انه نعطي صدقة، اعطي دينار، اعطي 5 دينار، اعطي ربية، هذا بذل صح؟ خلنا نشوف في شهر رمضان في تعديل شوي على البذل. اول شيء دعوة المؤمنين الصائمين للافطار او تقديم الافطار لهم. نحن متعودين ان كل واحد في وقت الافطار كل واحد شايل صحونه مودلنا بيت جيرانه بيتها، هذا هو نفسه بذل، ثوابه جدا عظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، من فطر منكم مؤمنا صائما في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. فقيل: يا رسول الله، وليس كلنا نقدر على ذلك، ما نقدر احنا نأكل، احنا بعضنا فقراء ما نقدر نأكل الآخرين. ترى هني مو المقصود ان طعام الفقراء، المؤمن فقير غني أي واحد تقدر تفطره. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ولو بشق تمرة، مو بتمرة بعد، نتفة من تمرة صدق بها لإفطار المؤمنين. اتقوا الله ولو بشربة من ماء. إذا هاي شق التمرة لها ثمن يعني تشتريها، الماء ببلاش صح؟ قدم إلى مؤمن قل له تفضل افطر. رقم 2 التصدق على الفقراء. هاي طول السنة بس بشهر رمضان أأكد. فنركز على شيئين: صدقة النهار وصدقة الليل، واحدة في الفجر واحدة في المغرب، كل يوم يتصدق مرتين. الصدقة مو بس بيزات، مو بس فلوس، ابتسامة كفي وجه أخيك المؤمن صدقة، إزالة الأذى عن طريق المسلمين أو إماطة الأذى عن طريق المسلمين صدقة، كلمة طيبة صدقة. مو بحاجة أني أطلع 10 دينار أتصدق. ابتسامة شنو تكلفك؟ كلمة طيبة شنو تكلفك؟ رقم 3 إكرام الأيتام. هاي نقطة شوي خلنا ننتبه لها. إكرام الأيتام مو إعطاء الأيتام، مو التصدق على الأيتام، إكرام الأيتام. يعني شو الفرق بين الإعطاء والإكرام؟ جزيل يعني صح؟ يعني إذا اليتامى في شهر رمضان هم في طول السنة مساكين يكسرون الخاطر صح؟ في شهر رمضان لا، خلهم مستانسين. إذا بين شوف حواليك من هو يتيم حاول تكرمه، مو لازم بالبيزة، لو بمسحة على رأسه، لو بكلمة طيبة، لو بابتسامة ترفع معنوياته. ما بقول شنو الجزاء لأن هذا ما أقدر أقول شنو الجزاء ماله. يعني الرسول صلى الله عليه وآله يقول: من أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. لا بتعطيه اليتيم الله بيعطيك إياه أضعاف مضاعفة. العنصر الخامس في العنصر الاجتماعي هو تحسين الخلق، وهذا احنا نعاني منه. شوف من الصبح الناس عند الدوار كل واحد يضرب هرن الثاني، لو ايش على عين قال لنا ما يطلع كذي من الصبح، توه طالع من بيتهم
عفس الناس بلهرانه وايش نروح جوعان طالع من بيت حتى شاي ما شرب. مو مبرر الجوع والعطش، مو مبرر الا سوء الخلق. تحسين الخلق في شهر رمضان، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. صراط أي عرض؟ قول جعفر شعر له. تحسن خلقك في شهر رمضان ما يحتاج يعني جست الصراط. آخر عنصر اللي هو العنصر الرسالي، يمكن احنا نقوم به بس مو بهالمسمى، بمسمى ثاني. كل اللي قلناهم ساعة، كل اللي قلناه من العناصر الثلاثة الماضين من يذكرهم؟ تعبدي، ثقافي، اجتماعي. العنصر هاي كلهم ثلاثتهم عبارة عن شنو؟ عبارة عن خدمة إليك وللناس، صح؟ تقدم خدمة إلى نفسك وخدمة إلى الناس. العنصر الرسالي هو خدمة الدين. أنا شنو قدمت للدين في شهر رمضان؟ خدمة الإسلام. من هو فكر في هذا العنصر في برنامج شهر رمضان؟ يمكن أنت تقوم به بس ما فكرت فيه. عنصر الرسالي يمكن إحنا هاملين واجد، حتى لو احنا قمنا فيه بس مو ملتفتين اليه. واحد، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا نستعظم الامور، لا نستعظم الامور. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بكلمه، كلمه واحده بس. شفت واحد سوى خطا، قل له هذا خطا، هذا امر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا رساله انت قاعد تقدم، تخدم الدين. فلان اللي سويته كذا كذا كذا، ايش رايك فيه؟ قل والله انا غلطان بس شوي الشيطان قص علي. خلاص هذا رساله، انت خدمت الدين هني. والله شفت حسين قاعد يلعب كوره، اقول يا حسين ترى الحين هاكل اذان بيأذن، يمديك الحين تروح البيت تسبح تروح المسجد. هذا امر معروف صح؟ هذا العنصر الرساله، خدمه الدين، خدمة الدين. دعم ومساند البرامج الدينية والقائمين عليها بشتى الوسائل. شلون أقدر أساعدهم أنا ذلين؟ يشتغلون في الأمور الدينية، شلون أقدر أساعدهم؟ بالحضور أحضر، بالبذل أبذل، بالتشجيع أشجع. كل هذا يدعم الفقرة الرسالية في برنامجنا. ذكر أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله اثنين، أحدهما يصلي المكتوبة الواجبة يعني، ويجلس يعلم الناس الخير. يصلي في المسجد، عقب بس يصلي مثلا صلاة الظهر 4 ركعات ويقعد، يقول له الناس يعلمهم الأشياء الخير بشكل عام. ورجل آخر يصوم النهار ويقوم الليل، فأيهما أفضل؟ شوفوا جواب الرسول صلى الله عليه وآله. فضل الأول على الثاني كفضلي على أدناكم. فضل الأول على الثاني كفضل رسول الله صلى الله عليه وآله على أدنى واحد في المسلمين. فرق عظيم صح؟ احنا كل شهر رمضان يمر علينا، يا ان احنا نقضي بدون هدف، او عندنا هدف بس الوسائل مو قاعده تخدمنا، او عندنا هدف وعندنا وسائل بس ما نعرف نركبها صح. صح مو هذا صح؟ زين، احنا الحين احنا في ختام ورشتنا نبغي، لا نبغي يكون الهدف عندنا واضح، عناصر عندنا موجوده، باقي بس وش نسوي؟ نرتبها ونمشي عليها. آخر عنصر اللي هنا اللي أعتبره هو الهدف، كل اللي قلناه من الأربعة العناصر الأولية، العنصر التعبدي والعنصر الثقافي والعنصر الاجتماعي والعنصر الرسالي،
ينتج عنا هدف بناء الذات. بناء الذات، الهدف من شهر رمضان ان احنا نبني ذاتنا. بناء الذات هو عنصر حساس وخطير جدا. كيف ابني نفسي وارتفع بمستواي روحيا وسلوكيا واخلاقيا؟ من خلال اللي تكلمنا عليهم الاربعة عناصر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الهدف. الهدف شنو؟ التقوى. الهدف التقوى. مو صعب التقوى، بس بعد مو سهل.